نعم عرفنا راشدي الاصل ديالي انا فاطمه امي فاطمه الله يبارك القناه ديالي انا سميتي فاطمه بالحق امي فاطمه الله يبارك القناه ديالي انا سميت لما درتيش امي فاطمه الله يبارك ما طلعلكش القناه ديالي من الاول كاين فاطمه بزاف كاين فاطمه بزاف وانا هذه الله يبارك الحمد لله بارك لله فيها كنقدم كنقول شي حاجه في المحتوى شي حاجه زوينه شي حاجه في موضحها وراه المشاهدين كلهم عرفوها ما كنقولش شي حاجه كذوب ولا شي حاجه ملقطه ولا شي حاجه كنهز من هنا ومن هنا اولا كان قدر المساء كنسمع شي حد وكنهز منه ولا شي حاجه لا كنهزو انا يا خدامه الميناج منين تكون شاده الشطابه وتنشطب في الميناج تايجوني داك الافكار كان في قدر المساء كنقول انت خدام في شي حاجه اولا كدير شي حاجه غادي نجيب عليك اشنا هو كاين وانا ما قاريه ما والو والله ما قاريه يا ولدي زعما بقدر المثال انت مصور كتصور هادي 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 كيجيوني كاملين كيجيوني تبارك الله على كورونا الفيديو اللي درت على كورونا وكلها تفرجت فيه وكلها طلعت وكلها داروا لي زعما ها اللي انت مو فاطمه ما قارياش وجدتي هاد الشهاده في موضوع في موضوع على كورونا على الكورونا على المرض على داك الشيء هذا كان في موضعه واللي دوز داك الفيديو هو اللي راه طالع عندي تبارك الله و تنقول الحاجه اللي في موضعها وكندير طويجنات كندير رفيسه كندير كيكات كندير خبز ديال الشعير كندير الحرشه كندير داك الشيء بلدي كامل تبارك الله كنديره ملي كنخدم ونجي كندير هاد الشيء هذا وكل شيء كيكتب ليا امي فاطمه الله يبارك وتبارك الله عليك ما كاينش زعما اللي ما كيقول لي شي تبارك الله عليك امي فاطمه كنتشغل الميناج في شي شركه وصافي انما ما عنديش حق نذكر الاسماوات من حقي كنشد 2000 درهم و100 درهم نقول لك بالطيطاي فيكس واخا نزيد الساعات حتى ل10 واخا نزيدها حتى لهذا المهم داك الشيء اللي غادا داك الشيء اللي داير لي في الشهر لا وليدي 22 عام وانا في طنجة والله القسم الا كارية الاصل ديالي قرية با محمد بين فاس ومكناس تابعة تاونات تابعة تاونات عندي وليدات حتى هما شنقول الله يرضي عليهم هما رضيين معايا وكو كان عندهم راه ما يخلونيش ندير هذا المحتوى هذه وما يخلونيش ندير ديال القناه صراحه الله هي هذه واش كني العين بصيره وليد قصيره حتى هما مساكن على قد الحال ما عندهمش وما خاصهمش تيقولوا لي الوالده حنايا كو كان عندنا الدويره ولا عندنا خدمه مزيانه والله ما نخليوك تدخلي ديري قناه تنقول لهم راه ماشي عيب وماشي حرام وانا سولت عليها اقسم بالله العلي العظيم اللي سولت عليها عاد دخلت ليها سولت عليها بلي ماشي حرام غير ما نقولش الحاجه وحواج الخايبين وما نكذبش وما نقول ما نزيدش والله تعالى وتبارك معايا سولت عليها فقيه قال لي قال لي هذا الشيء اللي كان المحتوى راه من الناس كيستافدوا منها الناس كيتعلموا الحرشه كيتعلموا بريوات كيتعلموا الطياب كيتعلموا طويجنات طويجنات الناس البنات اللي باقين عند طالعين انت عارف ما عندهم شي خبره ثم كيتابعوك وكيديروا بحالك عندك فيها الاجر وما فيها حتى ايتم الله يعاونك لا بازل ما كنتخلصش الحبيب ايوا عام هادي باش بديت وباقي كنتسنى الله صيفطوا لي الكود وقالوا لي راكي مقبوله بالحق الخلاصة الحبيب ما كنتخلش خصني المشاهده كنقول لهم التحيه ليهم والله يكبر بيهم ومتابعيني وقدروني وبقيت فيهم وبارك الله فيهم كامل والتحيه ليهم كامل التحيه للمغاربه كبار وصغار داخل ارض الوطن وخارج ارض الوطن بغيت مشاهدين اخرين التحيه ليهم بزاف 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 التحيه ليهم وكنكبر بيهم والشرف ليهم اللي تلاقيت معاهم اليوم والشرف كبير شغنقول لك
شنو نقول لك، واحد الفرحه ما قدتنيش، ما كنتش ناويها، جاتني صدفه وفاجاتوني وعيطتولي وفرحتوني. الله تعالى وتبارك هو اللي يزيكم، هو اللي يفرحهم ويزيهم مولانا الكريم. مي فاطمه الله يبارك بالعربيه، تحيه ليهم وكنشكرهم بزاف بزاف، والله تعالى وتبارك اللي غادي يزازيهم. وش غنقول لك، الخير ديالهم ما ننساش، تحيه ليهم بزاف 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 بزاف. يجيو عندي ومرحبا بهم فوق الراس والعينين، يجيو لعندي مرحبا بهم، وشوفوني فين كاينه وشوفيني فين انا على القناة، مرحبا بهم عندي. بغيت المشاهدين، الله تعالى وتبارك يعطيكم ختم الحسينة. عندي رجلي مريض كيحمل، وراه انت عارف الظروف كي دايره، حتى الدويره انا صورتها صيفطها لك فين ساكنه انا، حتى الثلاجه اقسم بالله العلي العظيم ما كتسد، كان عندي باش كشريتها. أمور ضعيفة، حمال بالموتور، هو مريض بركابي، نهار اللي كاين هذا كيبقى كيحزمهم غير حزنهم غير حزمهم غير الركابي ديالو كيحزمهم غير بالدرات اللي كيجي. نعم عام هذا يا وليدي. علاش؟ علاش شنو نقول لك، ضاقت بيا وعييت، وكنت جايه انا جايه في الشركه في ترانسبور، وبقيت كنقول مدعيو معايا ربي يفرج عليا ويعفو عليا، رانا عييت من هذا 16 عام وانا في هذا الميناج. جا نطق واحد قال لي مي فاطمه، قلت له نعم، قال لي انت يا شوفي قلتي هذا الكلام على كورونا، شوفي ملي كنتي كتقولي على كورونا وفي محله، ودابا فتحي قناه ربي غادي يفرجها عليك. وحشمت ندخل ليها، منين جات بنتي كدخلت للايف، قاعده انا وياها مقصرين بالليل، دخلت لواحد اللايف كيخرج لها واحد الراجل مواسط، هضر معاه، قالت له غادي نقول لك، قال لها باش ربي غادي يجيب السبب. قالت له عندي الوالده ما قارياش بالحق كتقول جملات في بلاصتهم، واللي شافتها كتقولها في بلاصتها. قال لها دوزيها ليا، دوزتني ليه، السلام عليكم السلام. قال لي قولي لي هذا الشيء اللي كتقوليه واش قاريه ولا ما قاريش. قلت له اقسم بالله العلي العظيم ما قاريه، قاريه غير الصلاه والقران في راسي. قلتها له، قلت له على هاد كورونا، قلت له شي كلمات مزيونين. قال لها الله يرضي عليك يا بنتي، الله يرضي عليك انتيا ولا لا عندك شي خوك اللي عرفوا تفتحوا لها القناه، فتحوا لها القناه ربي غادي يفرجها عليها، هي ما قايش وكتقول هاد الشيء هذا وفي هاد العمر هادي وكدير المناج في هاد العمر هذا، ربي راه غيفرجها عليها. هي هذيك ديك الساعه بنتي فتحتها لي الحبيب. امين وليدي امين، والتحيه وليدي المغاربه كاملين واللي متابعني واللي ما متابعنيش، الله يسهل عليهم ويرزقهم ويعلي درجتهم، والدنيا راه فايته وراه هذا راه اجر اللي غادي يديروا فيا، وغادي يطلعوا لي القناه وغادي نبقى حتى انا نرتاح، حتى انا الحد عندي بحال العيد، اقسم بالله العلي العظيم الحد عندي، عمري ما شبعت من الدار ديالي، الحد عندي بحال العيد. نهار فني كنوض في 5 الصباح وكندير المنطه هكا وكيصوني التليفون، اش غنقول لك، بحال اللي غادي للحبس. انا ماشي ساهله في هذا السن هذا، انا شاده الكراطه والجفاف والدروج ماشي ساهله الحبيب ديالي. كنبدا كنخرج كنوض في 5، كنتوضا كنصلي كندير في الطيار ديالي، كنخرج مع 6:30 كنلحق لتما مع 7، كنبداو الخدمه، كنبداو الخدمه كنساليو، الا سالاو مع 5 نخرج مع 5، سالاو مع 4 نخرج مع 4، سالاو مع 8 نخرج مع 8، المهم انا المراد الميناج دائما كتبقى هي التاليه في الشركه. لا خدمه مرتاحه زعما، الله يعمرها سلامه، المهم ماشي غادي نرتاح، خصني نرتاح حتى نكمل الشغل ديالي، حيت الشغل ديالي الا ما كملتوش غندير الفلوس ديالي حرام، خصني الواجب عليا انا، ما نقدرش نمشي نتخزين ولا نمشي نرتاح والشغل ديالي باقي تابعني، انما كنعرف بيني وبين الله وكنعرف بلي ديك الفلوس ديالي نديها حلال من الله. نعم كنوجههم التحيه ليهم ويتعاونوا معايا ويديروا يديهم فيديا ويطلعوا لي المشاهده، الله يجازيهم الله يعمر بهم الله يكبر بهم. سميتها مي فاطمه الله يبارك بالعربيه.